مقاديره طبعا هيبقى معانا لفه جلاج وهنحتاج بصلايه وهنحتاج جزرايه مبشوره بطاطسايه مبشوره والبطاطس والجزر لازم يتبشروا علشان يبقوا سهلين في السوى تمام وفلفل الوان فلفل اخضر وشطه حاميه حلو ده دول كده الحشوه وهنحط كمان في قلب الحشوه زيتون مخلي وهنستخدم بقى فول الصويا يعني احنا هنعتمد في الحشوه على الخضار طب الفول الصويا ده انت بقى نقعاه ولا ايوه نقعناه هو طبعا بيبقى ناشف مجروش نقعناه في ميه سخنه 10 دقائق فقط وصفيناه كويس جدا ومفرومهوش ولا طحنه ولا اي لا لا هو بيبقى بالشكل ده مش عامل زي الفريك شويه ايوه برافو هو عامل كده فعلا يلا حتى لونه تمام هنبدا بقى معايا طاسه كده عميقه هننزل فيها بصل هنبتدي بالبصل ومعانا كمان ثوم وبقدونس في المكونات تمام هنبدا بالبصل طيب حلو قوي هنشوحه شويه نعلي النار احنا عايزين ندبله شويه مش ياخد لون يعني هو يدوبك يدبل شوية بس كده تمام طيب بعد كده هننزل بفصين الثوم فصين بس الثوم في الاكل برضو بيظبط بقى بيظبط مع البصل رائع. احنا معلين البوتاجاز رقم 9 تمام احنا هنشوح لحد ما ريحه الثوم كده تطلع وتظهر معانا هي غدا زي ده غدا حلو جدا في الصيام لاولادنا كمان جداً. حاجات الاطفال ما بتاكلش الخضار ايوه بالظبط كده نحاول ندخله في اي حاجه وفي الوان طبعا الوانه مبهجه طبعاً. وعايزه اقول لك ان انا الجلاش ده بعتبره او بسميه سوبر هيرو ليه بقى علشان احنا بنشكله على مزاجنا زي ما احنا عايزين نعمله حادق نعمله حلو محشي تونه بقى 100 صنف حادق تمام 100 صنف حادق 100 صنف حلو كمان ممكن بعمل منه بيتزا من الجلاش كمان بيتزا جلاش وبعمل منه فطير الافران اللي بتشوفيه في الفرن المنفوخ ده بنعمله من الجلاش لا ما انت لازم لازم تورينا الحاجات دي تاني برضو ان شاء الله ان شاء الله معاكم بقى احنا بنحط البصل الاول مع التومه وخلاص مع التومه تمام هنشوح كده يدبل شويه صغننه عشان ما يبقاش فيه جرشه بس بعد كده بننزل بالجزر مع البطاطس البطاطس والجزر اكتر حاجه بتحتاج سوى فبننزل بيهم مباشره كده بعد البصل والتوم هنشوح برضو حلو ده احنا عايزين الخضار ده يدبل شويه علشان ما يبقاش مجروش يعني لما نيجي مش عايزه في سنه اللي هي بيبقى فيه أيوة بالظبط قرمشه كده تمام بعد كده بننزل بالفلفل كله الالوان بتاعنا والاخضر والفلفل الحامي والفلفل الحامي عشان تبقى الحشوه بتاعتنا كده حرشه ايوه اللي ملوش في الشطه ما يحطش يلغيها. فيها لو في اطفال ولا حاجه نلغي الشط بنقلب لحد برضو ما الفلفل يدبل بعد كده بنزل بفول الصويا لازم يكون متصفي كويس جدا الريحه ابتدت تطلع وبصي الالوان بتاعتها يعني الوان الحشوه جميله قوي طيب اللي مش بيحب بقى فول الصويا او مش عنده فول صويا في بدايل إيه بقى؟ ممكن نحط مشروم مش عايزين مشروم او فول صويا ممكن نسلق بسله اي خضار يعني الحشوه دي قابله لاي حاجه كمان الحشوه دي حلوه قوي للمكرونه البشاميل
ممتازه قوي مع المكرونه البشاميل. احنا بس عايزين ناكد تاني، فول الصويا نجيبه يتنقع 10 دقايق ونصفيه كويس قوي. تمام، يتنقع في ميه سخنه او مغليه. اه، علشان هو بيبقى ناشف فيطرى معانا، يبقى عامل زي الفريك كده في الاخر. طب. يعني اه يعني ونصفيه كويس قوي، مش عايزين فيه ميه. ايوه. اخر حاجه بقى بنضيفها، او اخر حاجتين، البقدونس الاخضر. أوه. بلاش كزبره عشان الموضوع ما يلفش معانا على محشي. اه ايوه. شويه بقدونس وشويه من الزيتون المخلي. وجبه عالميه. اه جميله. التجديد مطلوب برضه اكيد. يعني بنخش الصيام بيبقى عارفه اللي هو كام اكله كده احنا حافظينهم. ايوه. لا لازم نشكل ونبتكر بقى. يعني كمان اولادنا بيطلبوا، يعني اولادنا لازم بيطلبوا اكلات جديده. صحيح. تمام. احنا بعد الخضره والزيتون مش بنقلب كتير على النار علشان الخضره ما تسودش وعشان الزيتون ما يمررش. كده تمام. هسيب الحشوة بتاعتي تهدى شوية. اه. هنشتغل في ايه بقى؟ هنبدأ بقى في الجلاش. تمام. أوه. نجيب بقى صينية. صينية مستطيلة. هندهنها. هندهنها عشان ما فيش حاجة تلزق فيها. اه زيت كده. اه تمام. هاخد ورقتين ورقتين. احنا معانا صور ليكي بقى على ال على التلفزيون بقى. اه شغلي على الصفحة. اه تمام. اه الجلاش بقى هنا، يعني احنا ممكن نظبط مع مقاس الصينيه، يعني نعمل كده وباخد ورقتين ورقتين. لما اخد ورقتين لازم اغطي الجلاش لانه بينشف بسرعه رهيبه. أوه. عندنا حاجتين نستخدمهم، يا اما بخاخه الزيت او فرشه السيليكون دي بالزيت. يا بخاخه الزيت بتسهل قوي يعني. اه بتخليه يطلع مورق كده. ايوه بالظبط. وحلو. هنفضل بقى يعني ورقتين ورا ورقتين ونظبط كده الصينيه. هنا تنينا من الجنب ده، هنتني المره دي من الجنب ده عشان ما تبقاش عاليه واطيه. نديله رشه كده. لحد ما نوصل لنص لفه الجلاش بتاعتنا. بعد كده نحط الحشو. ايوه. ونرش، والحتت المتنيه دي كمان بنرش. تكلمينا بس على الحلويات اللي انت عاملاها دي على الشاشه معانا. اه يا حبيبتي. ده ايه ده بقى يعني؟ دي عمايل ايدي. ايوه. لا والتقديم كمان والحاجه. تغري العين كده. ربنا يخليكي. عايزه اقول لك ان الوصفه اللي انا بعملها دي معديه ربع مليون مشاهده على الفيسبوك. اه. احنا كده وصلنا للنص تقريبا صح؟ اه. دي اخر واحده. بعد كده هننزل بالحشوه. نظبطها كده. ونكمل بقى طبعا ورق الجلاش زي ما عملنا في النص الاولاني. بالظبط.
يلا اعملوها النهارده دي، سهله وسريعه وبسيطه. سهله وسريعه فعلا وطعمها جميل جدا جدا. عندنا البصل يعني في البيت والبطاطس في البيت كله من البيت. في البيت اي حد هيفتح الثلاجه هيلقى عنده شويه الخضار دول. بس كده ورقتين ورقتين، ما بنعملش ورقه ورقه ونقعد ندهن ورقه ورقه عشان ما تبقاش دسمه قوي، ما يبقاش الزيت كتير اوفر. طيب دي نبقى مشغلين الفرن قبلها اكيد. بيقعد قد ايه بقى في الفرن؟ نص ساعه عشان يحمر من تحت، وبعد كده لو ما خدش لون من فوق بنشغل عليه الشوايه دقايق دقايق ياخد لون من فوق. لان انا عندي الخضار من جوه ايه شويه مش مستوي، يعني محتاج يقعد عشان يستوي. هو احنا بندبله على النار وبيكمل سواه في الفرن. طيب خلاص اخر ورقه. لسه في جلاش حلو، انا عايزه الجلاش الحلو. اكيد 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 عشان وقتنا. اكيد خلاص كده لسه في الحلو بقى يعني. خلاص كده اخر ورقه دي مش هدهنها غير بعد ما اقطعها. تمام هنقطعها بقى مربعات مثلثات اللي حسب ما احنا عايزين. احنا كمان ممكن نتني الحروف بالشكل ده عشان شكل الصينيه يبقى متناسق كده. طيب مش محتاج ان احنا بقى نحط حاجه عليه من فوق؟ لا هنحط دلوقتي. ممكن كمان نحط فوق الحشوه موزاريلا. جبنه موزاريلا هتمسك كمان الحشوه، بس هي متاحه تمام مش متاحه خلاص. دي اختيارات بقى. طيب. خلاص المفروض هي كده هتخش الفرن تتشمع، مش تستوي، تتشمع 10 دقايق. وبعد كده هنطلعها ونحط لها التشريب. طيب.